السلام عليكم. حصصنا اللي تعدت كانت ديما متميزة ومتنوعة، وما فماش حصة تشبه حصة. اليوم والأول مرة باش نشوفوا حاجة مختلفة، وباش نعكسوا بعض المفاهيم اللي تعتقد أنه البريكولاج من اختصاص الراجل دون المرأة، وهي بالأساس رجالية وتتطلب بنية قوية، ولكن في الحقيقة حصص كثيرة كانت أغلبها نسائية. باش نكتشفوا اليوم في قناتنا تونس العقارية بعض الأشغال اليدوية الخاصة بالنساء، لكنها هالمرة باش تكون طفولية وفيها الاعتماد على النفس بكل حرفية. ما نطولوش عليكم، نشوفوا مع بعضنا في حصتنا اليوم اش نجمو نعملو بالكردونة ونتحصلوا على نتيجة فيها الكثير من الإبداع ومن الجمالية. في حلقتنا اليوم باش تكون أدوات بسيطة هي الأساس في العمل لإنجاز الفكرة. الفكرة هي طي الثياب بطريقة أنيقة وسريعة. نبدأ في قصان الكردونة الستة أجزاء متساوية. نخليه المشاهد الكريم يقدر اللونغور واللارجور على حسب قياس الشميز متاعه. اتحصلنا على ستة أجزاء من الكردونة متساوية. بعد ذلك يجي دور السكوتش باش نلصقهم بالطريقة اللي أمامنا على الشاشة. نحطوا الشميز متاعنا بالشكل اللي تراو فيه على الشاشة. بثلاث حركات فقط انطبقوا نطويو الكردونة ونتحصلوا على شميز متوية بطريقة سريعة وبكل رشاقة وأناقة. حصتنا اليوم كانت متميزة من خلال مادة الكردونة. سبق أني قلت ما فما حتى شيء ما يصلحش، ما فما حتى شيء ما عندوش فايدة، وما فما حتى شيء لا يمكن استثماره. المهم في كل هذا أن نعلم أبنائنا أن يكونوا على أنفسهم معتمدين وموش على أوليائهم متواكلين، ويكونوا أذكياء ناشطين ومحترفين. ويلزمنا نعرفوا أن مستقبل بلادنا في أولادنا وهما فرحة كل الوالدين. في ختام حصتنا نقول لكل المشاهدين باش يتابعونا في حصصنا القادمين. احنا ديما ومن خلال تواصلكم معنا على ارقامنا وعناويننا على الشاشة وملاحظاتكم لنا، رانا ديما بصدر رحب قابلين ومنفتحين. في الختام اجمل تحية لكل المشاهدين، سلامي الحار للحاضرين والغايبين، والى لقاء الى حين.